سامح فهمي وبتاعه حسين سالم الى اخره. ليه قضيه كانت في الجنايات بدات بعد ثوره يناير. و القضيه طبعا صدر فيها حكم، الحكم كان بالادانه ووقع عقوبات، كان على ما اظن سامح فهمي اخذ 7 سنين على ما اظن مع الرئيس الاسبق للهيئه العامه للبترول ومجموعه من المدراء اللي موجودين في الهيئه. ولكن بعد كده الحكم اتنقض. الميزه في الحقيقه في القضيه دي لما الواحد يبص انه في وثائق كتير قوي ومستندات المتهمين دفعوا بيها للدفاع عن نفسهم. الاهم بس من كده ان استراتيجيه الدفاع اللي المتهمين تبنوها كانت مثيره جدا. هما كل واحد بقى يرمي المسؤوليه على اللي قبليه على اللي فوقيه، وبالتالي الرئيس بتاع الشركه يقول ان المشكله في رئيس الهيئه، ورئيس الهيئه يقول لا ده وزير البترول. وزير البترول كان انا اعتقد انهم كانوا منسقينها مع بعض بالشكل ده، ان هم يقعدوا كل واحد يعترف على اللي قبليه على اللي فوقيه، يقول انها مش مسؤوليتي دي مسؤوليه اللي قبليه، ويدي مستندات مش متاحه كانت، ويقول اقوال كاعترافات واقع الحال. بان هو يعني يدين اللي فوقيه. وسامح فهمي نفسه كان بيدين مين؟ عمر سليمان. كان عايش وقتها ويمكن عايش دلوقتي ما حدش عارف. انما وكان الاعتماد طبعا انه ما حدش يقدر يجيب عمر سليمان حتى لو كان عايش. وبالتالي اللي حصل انه ال 2000 صفحه كل واحد كاتب فيها قصه حياته، وكل واحد جايب ورق وجايبين جداول احنا مش موجوده خالص. جايبين مثلا فيما يتعلق بالعقد بتاع يونيون فينوزا، ان كان ميكا هو اللي كاتب الجزء بتاع يونيون فينوزا، هو اللي كان جايب التقديرات بتاعت الاسعار، واحنا طبعا كنا بنضرب اخماس في اسداسنا، احنا مش عارفين ايه الجداول اللي هي بتاعت التسعير. ان هم لما بييجوا يسعروا بيقولوا كميات وبيربطوا السعر بتاع الغاز ببرميل البترول، لانه ما فيش سعر عالمي للغاز خلافا للبترول، فكانوا بيربطوها بيها بمعادله سعريه بيسموها. الحاجات دي ما كانتش موجوده اصلا، ولا احنا عارفين الكميات ولا احنا عارفين الشروط الاخ. فاذا ببعض المتهمين يجيبوا الورق ده، والورق ده موجود في ورق القضيه طبعا متصور، وضمناه حتى في التقرير، في حاجات اخذناها صورناها وحطيناها زي ما هي. فدي كانت ميزه كبيره الحقيقه. الاهم من كده كمان الاقوال، لانه طبعا من الحاجات مثلا اللي كانت مثيره جدا للاهتمام من غير حتى الاقوال، يعني انه يعني حاولنا نعمل نوع من انواع اعاده التركيب للشبكات اللي كانت بتتحكم في ده، لانه في مساحه كبيره جدا من العلاقات غير الرسميه اللي هي كانت بتعكس بنيه القوه في النظام القديم او الجديد، بنيه القوه غير الرسميه اللي هي كانت اقوى فعليا من الصلاحيات الرسميه لاخره. وفي كده علاقات قوه عجيبه جدا بتربط الناس دي ببعض فيما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعيه بنمط لا يختلف كثيرا الحقيقه زي ما كان عبده بيقول عن حالات يعني في المجمل اشد بؤسا من مصر لاسباب اخرى يعني، بس هي بتشترك معها في نفس الحاجه. يعني اتيحت الفرصه ان احنا نطلع على حالات في اوغندا وفي كونغو الديمقراطيه وفي نيجيريا بالنسبه لاستخراج الموارد الطبيعيه، والمنطق زي ما كان عبد بيقول منطق عصابي للغايه، يعني مين بيقول لي مين فين ومش عارف مين. طبعا الحاله في مصر ان في بيروقراطيه اقدم، انما العلاقات غير الرسميه هي اللي بتحكم، لدرجه انه الحكم اللي صدر على سامح فهمي وهو اخذ عليها 15 سنه على ما اظن اللي هو تم نقده فيما بعد، الحكم استند لايه؟ انه سامح فهمي برهن بالفعل ومقدم ورق الى اخره انه كان بينفذ تعليمات عمر سليمان. الاشكال ان القاضي قال انه طبقا للقانون عمر سليمان ليس له ولايه على سامح فهمي، وده صحيح، وبالتالي قال سامح فهمي هو اللي يلبس. والموضوع ليه منطق، بس هو الحقيقه المنطق الاهم بعيدا عن المنطق القانوني هو اصلا فكره ازاي ان هذا الملف مثلا كان بيدير عمر سليمان اللي هو ليس له المفروض ولايه قانونيه على الاطلاق وملوش معرفه فنيه حتى. ويصل الامر بقى الى انه عمر سليمان هو اللي بيقول في اقواله في ان اقواله موجوده في القضيه، يقول ان هو اللي راح اسرائيل عشان يتفاوض على اعاده التسعير بعد الحكم بتاع الاداريه ببطلان العقد، وهو اللي راح وبيقول انا رحت اتفاوضت على كذا. وطبعا مفيش ادله بمناسبه ان تم تعديل السعر بمناسبه، يعني مفيش اي ادله خالص، لانه العقد الجديد ما حدش عارف هو فين، حد شاله في الدرج غالبا قافل عليه، فبالتالي ما نعرفش هو فين. وعمر سليمان مات غالبا وكان عنده